السلام أخويا، معك وفاء من كازا. حاليا عايشة في طمار 26 عام. هاد السيد أنا كنت خدامة عند واحد السيدة، وكنت كنخرج السبت والحد أنا وصاحبتي. تلاقيت معاه في المدينة، عطاني نمرشو وبقيت كنتواصل معاه. واحد النهار خرج من الخدمة اللي كنت خدامة فيها، يعني شخص مش معمول الدار، وخرجت ما عندي فين نمشي. عيطت ليه قلت لي واش نقدر نجي عندك اليوم تشوف لي فين باش؟ قال لي هانت تسنيني حدا الحمام حتى نخرج من الخدمه. جا عندي مع ديك 9 و8 بحال. المهم ملي جا عندي داني لدار صاحب، طلعت انا ويا لدار صاحبو، وقع اللي وقع. تكرفس عليا اختصاصا ماشي بخاطري، طلبش منه غير فين باش وداني لدار صاحبو وتكرفس عليا بزز مني. ملي وقع المشكل قال لي انا غادي نمشي للخدمه واحد نص ساعه ولا ساعه وغادي نرجع عندك. المهم بقيت كنتسنى نص ساعه بحال هكا ما جاش. كنعيط ليه ما كيجاوبنيش، شويه هو يطلع صاحبه قال لي راه قال لي خليتها لك دير فيها ما بغيتش. بقيت كنطلب فيه قلت لي عافاك اخويا مش ادينيش، مش دير لي حتى شي حاجه، خليني نمشي في حالي. المهم هبط خرج الطوموبيل تم غادي بيا، وعيط لصحابو قال لهم راني جايب لكم واحد السيده، وجدوا راسكم راني جايب لكم واحد السيده. المهم بقيت كنطلب فيه قلت له عافاك اخويا الله يرحم لك الوالدين، ديني للطاكسيات خليني نمشي في حالاتي. صافي قلت له شوف اللي ما خرجينيش نمشي غادي نحل الباب ديال الطوموبيل وغادي نتلاح. المهم داني حتى الطاكسيات، خديت الطاكسي مشيت بيت عند صاحبي. الصباح مشيت لدارنا، بقيت جالسه في دارنا. الوالده كتقول لي ملي بديت كنتوحم كتقول لي الوالده مالكي، كنقول لها راه غير لي كاز، كنت كنرد بزاف كنقول لها غير المعده. المهم حتى درت 7 شهور عاد عرفتني الوالده حامله. ملي عرفتني قالت لي شكون عطيتها النمره وعيطوا لي. ملي عيطت لي قالت لي تكرفستي لي على البنت وهادي وراه حامله. قال لها انا ما عندي ما ندير لكم، ما عندي ما ندير لها، انا عندي ولادي مزوج بمراتي. يعني ما كنتش متشيقه ان هاد السيد يكون مزوج بمراتو، يعني هاد المده كامله هاد العام كامل كان غير كيضحك عليا. تعرفت عليه وتخت فيا يعني عام. صافي هي هاديك الوالده لقات لي واحد الجمعيه مشيت لها. ملي مشيت لهاديك الجمعيه ملي كنت غادي نولد جات عندي وقالت لي يعني ملي داتني ديك الجمعيه شهر ما بقاتش كتجي عندي مده شهر. بقيت في ديك الجمعيه الشهر الثاني قالت لي راه لقيت لك شي ناس برا غير ولدي ما غاديش عطيه لهم. قلت لها صافي واخا الوالد نعطيه لهم. نهار ولدت جات عندي قالت لي غتعطيهم الدري. قلت لها ما نقدرش نعطي ولدي، يعني هذاك كبتي ما نقدرش نعطيه. صافي من تما انقطعت اتصال بيني وبينه، ما بقيتش كتهضر معاه. الوالده ديالي ملي مشيت عندها جرات عليا ما بغاتش ولدي، قالت لي هذاك يروض الحرام. انا شرحت لها وهي عارفه كل شيء اصلا، شرحت لها ملي عرفت الحقيقه شرحت لها. قلت لها الوالده راه كاين وكاين وكاين، قلت لي العائله وخوتك وهادي ما عندي ما ندير لك. تعطي الولد ترجع للدار ما تعطيش، سيري شوفي انت وياه فين غتمشي. قررت انني نخلي ولدي عندي ونربي ونكب، يعني هذاك طرف مني ما عندي ما ندير. كنحاول نقلب على خدمه والو. دابا مع الوقت ديال كورونا كيقول لك تتفوت كورونا، بغى يقول لي انا ما طالبه منه حتى شي حاجه، طالبه منه غير يصور يقتل ولده. يعني ولدي مجهول الهويه، واخا داير لي اوراق ديال الجمعيه ولكن ماشي بحال ورقة الاسم ديال الاب ديالو. ملي سمعني حامله قال لي انا مزوج وعندي مراتي ولادي ما عندي ما ندير لها. وقلت لي انا غادي ندعيك وهادي، قال لي انت الا درتي محامي انا ندير 10 المحامين. يعني هاد السيد تكرفس عليا وشردني وعايشه بواحد الحاله ما عمره ما سول فيها. مره واحده اللي شافو ملي كانت عندها 8 شهور من الجمعيات ومن المغاربه يعاونوني ندير ورقات لولدي، وعام ونص ما عندوش الاوراق.